اختي احكي لي بالضبط من وقت ما رحتي من هون شو صار معك على الحاجات؟ اول شيء حاصرونا من هون ومن هون، حاصرونا اول شيء دللوهم عطوهم خبز وسيجاره، بعدين حاصرونا من النيتوري، قتلوا النسوان واخذوا البنات اغتصبوها وذهبنا وهوياتنا ورجعنا اخذوها وذبحوها. لرجالنا شو صفي ما يصحوا؟ العلة تبعات الشام، اهل الشام بس تصحى، بس ونشوف اخي اللي عم يموت اكل زرنيخ قمح، روح شوف اولادي اللي اكلوا قطاط. قديش ضليتوا هنيك على الحاجز؟ من على الساعة من اذان الصبح لاذان المغرب، بعدين زحفونا زحف وقتلونا بالبواريد. شو سووا بالنسوان؟ اخذوها شي البنات اغتصبوها والذهب، خلصونا يا وهوياتنا. والرجال اخذوهم شي ذبحوه شي حرقوه. لا حول ولا قوة الا بالله. مين كان كمان؟ تعوقف احكي، خلي العالم يعرفوا، العالم لانه عم تقول هذا الشيء ما صار. لا صار، امشي صار قدام عيننا، صار كل هذا الشيء قدام عيننا. امشي لورجيك عيلة من صغرها، والله رجعنا كل واحد عنده الدعم يبكي. امشي لورجيك ذهبها وبناتها اللي لسه تفقدتهم. امشي امشي لورجيك اولادك. صاروا يضربوها بالبواريد، مو حرام عليها؟ طيب شو اللي خلاهم ينقلبوا؟ مو اول شيء استقبلوا العالم منيح وهيك؟ شلون هيك؟ فخ فخ، هذا فخ، قالوا لنا منطالعكم كل العالم بتطلع. وقت قربنا على الحاجز نزلوا برجاننا اخذوا ونزلوا فينا ضرب. طيب خالتي شو بتقولي للعالم اللي قاعدين برا؟ اصحوا الا اصحوا، ما فيهم ضمير هدلون، ما فيهم ضمير، اصحوا. شو صفي احنا مو بناتهم ونسوانهم وعراضهم؟ اصحوا اللون، اصحوا، على شو خايفين؟ ان شاء الله كل واحد برا ما حس فينا بيموت من الجوع، وبياخذوا لهم بناتهم وبيغسلوا لهم رجالهم وكل شيء. اولادنا من الزباله عم تاكل، من الزباله من جوعه. تعال امشي لورجيك اولادي شلون ذبحوا قطاط واكلهم. هلا بدك تروح معي واخي المسمم عم يموت؟ امشي روح معي.